معانا في فقرتنا الإخبارية هذا الصباح، وهنشوف الحقيقة تقرير طريف ومهم جدا. مبتكر صغير بيحول الكنز لتحف فنية. العلب اللي هي الكنز الصفيح بتاعة المشروبات أو بعض المأكولات، المفروض إن هي بعد كده بعد ما يعني بنخلصها بنرميها. بس في طفل اسمه أحمد عنده 13 سنة موهوب، قرر إن هو يحول الكنز دي كلها لتحفة فنية. في يديه تتحول الخردة إلى قطع فنية رائعة الجمال يزين بها عالمه الخاص. أحمد إبراهيم طفل في 13 من عمره يعمل على إضفاء روح خاصة على علب الكنز ليصنع 1200 نموذجا وشكل مختلف حتى الآن، تتنوع ما بين مجسمات لمساجد وشخصيات أسطورية عسكرية وقطارات وآلات موسيقية وعربات وغيرها من التحف التي تملأ أرجاء منزله. بداية الموضوع بدايتك أول حاجة عملتها يعني أول فكرة كانت جالي الكنز، أنا كنت بعمل الطيارة من ورق. بعد كده مسكت يعني كنا بنتعشى، جه ببص لقيت كنزية، جه في دماغي ان انا يعني اعملها بالكنز. فقلت لبابا، وكان ساعتها عندي 9 سنين، ف9 سنين عايز صغير ان هو يمسك كنز، يعني كنز من المواد الحاده. فبابا استعنت بيه وساعدني يعني في الحاجات الكنز، وكان هو بيتني الطروف احيانا لغايه لما وصلنا عملنا اول طياره. كل حاجه بتتعمل ليها وقتها، في حاجه ممكن تاخد لها دقايق، في حاجه ممكن تاخد لها ساعات، في حاجه ممكن تاخد لها ايام، في حاجه ممكن ما تكملش، يعني ما فيش حاجه بتكمل، يعني ما فيش لازم الحاجه تعدي الشهر. يعني فكرة يعني لو حاجة أنا حابب أعملها، يعني لو حاجة شفتها وعايز أعملها بعملها عادي. أي فكرة ونفسها الفكرة نفسها بتيجي من دماغي. هو أنا بستخدم مقص وقلم حديد وكماشة. يطوع أحمد موهبته في إسعاد أسرته وخاصة والدته، حيث يصنع لها نماذجا لشخصيات تحبها تعبيرا عن شكره لها، وتقوم هي بدورها بعرضها في أماكن مميزة بالمنزل إظهارا لسعادتها بكل ما يقوم به، حتى تحول المنزل إلى متحف صغير. لا الحاجة بتاعتي ماما هي بتشيلالي، يعني حتى ماما مفضلة النيش من الصيني، والصيني اللي الواحد لغاية آخر عمره ما بشربش منه كوباية. ده هو مو مفضل لي كل حاجات، وهي بتحافظ لي وبتشيل لي مثلا الكراتين فوق الدولاب كده. دخلت انا طلب معارض، معرضين في ابتدائي اخدت فيهم شهادتين، ومعرض في اعدادي مدرسه الاعداديه، ومعرضين دولت في المدرسه الابتدائيه، وخدت يعني دخلت مسابقه اسمها فكر وابتكر دي على مستوى الاداره، كسبتها طلعت الاول فيها، واخد درع محافظه في الابتكار. انا نفسي ان انا اخش مستوى جيمس بالحاجات اللي اعمل، ان انا اعمل فوق 1200 قطعه يعني، وحاجات مختلفه كتير ما بعملش قطع، يعني مثلا بكرش قطعه مرتين. مسابقات عديده خاضها احمد حصل خلالها على عدد كبير من التكريمات، ويطمح بان يصل بموهبته لموسوعه جينيس للارقام القياسيه. عمرو موسى، نهايه الاسبوع.